اوكي هلا سكشن 2.4 راح نتعلم من خلاله differences between linear and non-linear differential equations. طبعا الفرق راح يكمن في انه امتى نضمن انه linear differential equation راح يكون لها unique solution, ونفس الحاجة لما تكون المعادلة non-linear امتى بيكون لها unique solution, وايضا كيف نطلع الانترفال اللي بيكون السوليوشن معرف عليها. اذا هدفنا بهذا السكشن نجاوب على السؤالين التاليات, انه امتى الديفرنشال ايكويشن بيكون لها يونيك سوليوشن, وبالتالي راح نجاوب على هذا السؤال في تو كيسز, لما تكون الديفرنشال ايكويشن لينير ولما تكون الديفرنشال ايكويشن نون لينير. نفس الحاجه وي نيد تو فايند ذا انترفال ان ويتش ذا سوليوشن از ديفايند اور كونتينيوس, وبالتالي نفس الحاجة رح نعطي كيس للينير وكيس للنون لينير. هلا أي first order differential equation بقدر أرتبها بهاي الصورة, أخلي y فتحة على طرف وكل الكمية الثانية على الطرف الآخر وسميها f. هلا بهاي الصورة إذا بتلاحظوا differential equation اللي أنا مسميها star, هاي بهاي الصورة ممكن تكون لينير ممكن تكون نون لينير, بعتمد على مين, على شكل f. فإذا كان f linear in y بتكون star linear, وإذا كان f non-linear in y بتكون star non-linear. السبب في ذلك إنه المجهول في هاي المعادلة هو y. هلا راح ناخد two theorems. أول theorem أنا بدي أسميها 2.4.1. هلا هاي theorem بين قوسين لما تكون المعادلة star linear, وبالتالي واضح إذا بنحكي عن first order linear معناتها لازم يكون شكلها إيش, زي المعادلة B اللي أخذناها سبق وأخذناها وحلناها كمان. وبالتالي أي first order linear differential equation بيكون هيك شكلها, بقدر رتبها بهي الصورة, الترتيب مهم. هلا إذا أعطناها كمان initial condition بصير اسمها initial value problem. هلا السؤال اللي بطرح نفسه, إمتى هاي differential equation B لها unique solution؟ طبعا احنا حكينا اللي بحل بي هو بي ستار. السؤال تاع اليوم, هل امتى السوليوشن يعني بيكون يونيك فيش غيره؟ اوكي اذا كانت المعادله لينير هاي النتيجه, تطلع على بي اوف تي, على الفانكشن بي اوف تي معامل واي و جي اوف تي, اذا كانوا كونتينيوس على اوبن انترفال اي من الفا لبيتا, هاي الفتره بتضم containing t0 initial t0, ساعتها there exists a unique solution اللي هو بنسميه y بيساوي phi of t satisfy هاي initial value problem b على الفترة i. والسوليوشن كيف بطلع؟ بطلع من b star. اذا السؤال المهم, امتى بضمن انه b بيكون لها unique solution؟ بما انه b هي linear first order linear, معناته بكفي تضمن small b و small g continuous متصلات على فترة مفتوحة بالضم ال initial point t0, ساعتها بنضمن 100% انه في عنا ايش unique solution. هلا هاي النظرية بسميها 2.4.1 بين قوسين للينير, وراح ناخذ examples عليها كيف نثبت ونحل, وايضا راح ناخذ كمان نظرية ثانية للكيس 2 للكيس لما تكون المعادلة ايش مور جنرال. هلا تحت البروف لهي النظرية, اذا بتلاحظوا البروف بدنا نثبت شغلتين, بدنا نثبت انه there exist اذا تحققت الشروط small b و small g continuous على فترة i, بدنا نثبت كالتالي انه الاكزيستنس في عندنا حل, وايضا بدنا نثبت اليونيكنس انه فيش غيره, انه هذا الحل الوحيد. هلا اذا بتتذكروا الاكزيستنس اثبتناه من خلال اشتقاقنا للقانون بي ستار اللي بحل المعادله بي, كان في سكشن 2.1. روح على صفحه 18 صفحه 19, يعني احنا هلا في صفحه 33, بس اذا بتروح على صفحه 18 صفحه 19 راح تلاقي الاشتقاق تاع القانون ايش بي ستار, وبالتالي الاكزيستنس احنا اثبتناه, فيش داعي نعمله كمان مره. هلا نيجي نثبت اليونيكنس. اليونيكنس دائما بيجي من الانيشال كونديشن, ما دام معطينا انيشال كونديشن بنعوضه في الحل وبنطلع قيمه سي, لانه السوليوشن بي ستار بيطلع بدلاله سي. هلا هاي سي ممكن تاخذ كثير قيم, و
ولكن اذا بدك اياها تاخذ قيمه واحده فقط بدنا initial point هون هي اللي بتحدد القيمه الوحيده فقط. وبالتالي لو جيت على السوليوشن y of t عرفت بحيث يبدا التكامل من t0 لt بهاي الصوره، وين ما في تكامل احط من t0 لt، ساعتها ميو نفس الحاجه بجي بخليه يبلش من t0 لt. وبالتالي هلا انا بتاكد 100% بهاي الصوره بقدر اضمن قديش بالضبط قيمه سي. اذا بدك تعرف قديش قيمه سي انا معوضها قديش لازم تطلع، هي نفسها ايش y0 الموجوده هون. الدليل على ذلك انه لازم لما بعوض محل تي تي 0 تطلع صوره تي 0 هي قديش y0. فمثلا عشان نتاكد تعال نحط هون محل تي تي 0، معناتها بنحط هون تي 0، معناتها بنحط هون تي 0، هذا بصير تكامل من تي 0 لتي 0، كل هذا بصفر. بضل عندنا ميو عن تي 0، نطلع فوق على ميو، وين ما في تي بنحط تي 0، فحط هون تي 0. في هاي الحاله الاكسبوننشال الكولا له بتصفر، فاي كو صفر واحد، معناته ميو ساوى واحد، بيجي هون على ميو بحط واحد. طيب اوكي سو هاي الكميه كلها صارت واحد، هاي الكميه كلها صارت صفر، معناته شو لازم احط هون حتى تطلع واي عند تي زيرو؟ تطلع واي زيرو، فيش مجال غير احط واي زيرو، فانا حطها واي زيرو. وبالتالي اذا بتعوض هون تي زيرو تطلع هاي كلها واحد، هاي بتطلع صفر، فصفر زائد y0 الجواب y0. وبالتالي هيك بضمن انه فقط في عندنا يونيك سوليوشن. هلا بدي اعطي كمان ريمارك لكل نظريه، راح اعطي ريمارك. اليوم راح نتعلم تو ثيورمز، ثيورم 2.4.1 ومعها ريمارك اسمها ريمارك 2.4.1. وهي ريمارك بتحكي لك كالتالي، انه اذا كانت المعادله لينير والسؤال طلب انترفال اللي السوليوشن بيكون معرف عليه، بقدر اطلع هاي الانترفال، بقدر اطلعها بدون محل المعادله، بدون محلها بقدر بسرعه اطلعها اذا كانت لينير. طلع شو مكتوب هون، هي if the differential equation is first order linear معناته we can find the interval اللي بتضم t0 without solving differential equation، يعني في نص دقيقة بنطلعها. مثال لو جانا السؤال كالتالي، مثلا find the largest interval in which the solution of the following initial value problems is valid أو defined أو مرات نحكي continuous. هلا عندنا معادلة بهي الصورة، بدنا نطلع الفترة largest interval بقبل solution معرف عليها. هلا في هاي الحالة بطلع بلاقي المعادلة عندي first order، بصنفها اشوفها linear ولا مش linear. فالمجهول هون y، ما دام مجهول y هون معناته بدي اتاكد انه y linear، فيش في ما مش مع مقلوب ولا جذر ولا تربيع ولا حاجه، سو اتس linear. ما دام المعادله linear والسؤال بده interval، السؤال ما بحكي لنا solve، ما بحكي لنا حل، فقط بده interval. اذا نقدر نطبق هلا الريمارك الخاصه ب 2.4.1 لما تكون المعادله linear. في هاي الحالة بنقدر نطلع الانترفال without solving the differential equation على السريع. فأول خطوة شو بعمل؟ برتب هاي المعادلة على شكل بي، معادلة بي اللي شفناها قبل شوي، هاي نرتبها يكون معامل y برايم واحد و y برايم و y في الطرف حتى اطلع small b of t صح، واطلع small g of t صح، بعدين بدي اشوفهم وين بكونوا ايش؟ continuous. هلا في هاي الحالة بيجي برتب الديفرنشال ايكويشن هاي على الصورة العامة لبي، ساعتها بكتشف انه بي اوف تي هيو، هاي قيمة بي اوف تي وهاي قيمة ايش؟ جي اوف تي. هلا بدي اشوف وين بي اوف تي متصل وبدي اشوف وين جي اوف تي متصل. جي اوف تي سهل، متصل على كل الاعداد ما عدا مشاكل المقام اللي هي الثلاث. نفس الحاجة بي اوف تي متصل على كل الاعداد ما عدا اصفار المقام اللي هي الثلاث، ولانه في لين، اللين مش متعرف على السالب، فبحكي ايش؟ باخذ الاعداد الحقيقيه الموجبه وبشيل منها الرقم ثلاث لانه في عندنا لين. كلياتنا بنعرف انه اللين الرسم تبعته بهي الصوره، وبالتالي ما في عندنا مش متعرف طبعا على ايش؟ على الاعداد السالبه، وبالتالي الدومين للين بيكون عندنا الدومين للين ايش؟ مثلا هي اكس،
الأعداد فقط الموجبة. وبالتالي بهاي الصورة نقدر نرجع نشوف إنه الدومين لـ P of T لازم يكون الأعداد الموجبة وبنشيل منها الثلاث. هلأ بيجي بدي أفحص هلأ أشوف الاتصال على فترة يضمن B and G متصل. لو بتلاحظوا النظرية تحكي لك and لازم اثنين، لازم P و G. وبالتالي بيجي برسم خط. أنا عادة برسم خط إيش لقيم T بشكل عام بهاي الصورة. بعدين إيش الخط هاي في عندنا مشاكل، نشيل المشاكل منه. فينا مشكلة عند الثلاث، وبالتالي الثلاث تطلع برا. وأيضا مش متعرف على الأعداد السالبة عشان P of T مش متصل عند الأعداد السالبة. فعشان هيك هاي القطعة اللي هون من الأعداد بشيلها كلياتها، وبالتالي تنشال هاي كلها. هلا الصفر مش داخل لأنه اللين عند الصفر مش معرف. فصفى عندك أنو آخذ أنا هلا الفترة المفتوحة من صفر لثلاث، ولا آخذ الفترة المفتوحة من ثلاث لما لا نهاية. فاللي بيحدد هذا الإشي هو T0، لأنه الفترة I must contain T0. هلا T0 عندنا هون اللي هي الواحد، فواضح إنه الواحد موجود في الفترة الأولى، معناته الفترة اللي بنضمن إنه يكون السوليوشن معرف عليها هي الفترة من صفر لثلاث. طبعا ناخذ الفترة اللي بيكون ايش T0 ساكن فيها. فمثلا لو أخذنا كمان مثال حتى الصورة تصير واضحة للجميع، مثلا هاي كمان مثال. فهي الحالة المعادلة first order والمجهول فيها y اللي مع الديريفاتيف مجهول y، وواضح انه y هون linear، لا في مع جذر ولا مقلوب ولا اشي. مدام linear معناته نقدر نستنتج انه بقدر اطلع الفترة بدون محل المعادلة، لان السؤال ما بيحكي لنا solve، السؤال بيحكي لي اعطيني اكبر فترة معرف عليها الحل. وبالتالي انا طلعت اكبر فترة بدون محل المعادلة، بدون ما اطبق وين، بدون ما اطبق مثلا على بي ستار او شيء زي هيك. تمام، احيانا بكون صعب في بعض الامثلة زي هاي مثلا. هلا اذا بلزمش نحل، بس بلزم نكتب المعادلة هلا على الصورة العامة. لو قسمنا كل شيء على الكوساين، فساين تقسيم كوساين هي تان. بعدين بدي اجيب واي، واي فتحة يكون معترف عشان اكتب على الصورة العامة لبي. معناته في هاي الحالة بصير عندك y فتحة زائد tan y بيساوي sin t. طبعا منين جت الساين؟ لما ضربنا التان في الكوساين، لأنه التان عبارة عن ساين على كوساين. هلا صار واضح هلا إنه b of t اللي هي عبارة عن التان، وصار واضح إنه g of t هي عبارة عن ساين. هلا بالنسبة ل g متصل على جميع الأعداد لأنه ساين، وكلياتنا بنعرف إنه الساين فيش عنده مشاكل. هات اي رقم بطلع له ساين لإله، وبالتالي بكون الساين continuous على جميع الاعداد. ولكن التان متصل على جميع الاعداد ما عدا اصفار المقام اللي هم اصفار الكوساين، لانه التان عبارة عن ساين على كوساين. اذا كنا بنعرف ان التان عبارة عن ساين على كوساين، معناته مشاكل الكوساين راح تكون وين؟ عند زائد وناقص باي على 2 لانه بيصفر، وعند زائد وناقص 3 باي على 2، 5 باي على 2 and so on. هلا عرفت سمول بي وين متصل وعرفت جي وين متصل، باخذ التقاطع، فتره التقاطع بينهم. بمعنى بروح برسم خط، هاي برسم خط بشكل عام لتي. بعدين ببلش اشيل منه وين في مشاكل. مثلا جي اوف تي ما في عنده مشاكل، ما بنشيل ولا حاجه، بس بي اوف تي في عنده مشاكل عند زائد وناقص باي. فهي ناقص باي 2 وهي زائد باي 2، فهذول زائد وناقص باي 2 بنشيلهم من الدومين. هلا بعدين بروح على زائد وناقص 3 باي 2، هي 3 باي 2 هون وكمان هون في الى اخره، اه 5 باي 2. هلا السؤال اني فتره اخذ، هاي ولا الفتره المفتوحه هاي ولا هاي، اني واحد فوق فيهم اخذ؟ طبعا باخذ الفتره اللي بتحتوي على مين، اللي بتحتوي على تي 0. طبعا هون تي 0 هي عباره عن الباي، وكلنا بنعرف انه الباي واضح انها ساكنه بين باي على 2 3 باي على 2، معناته الفتره المفتوحه راح تكون عندنا اكبر فتره مفتوحه بيكون معرف عليها الحل هي عباره عن الباي على 2 ل 3 باي على 2. هاي الصوره. هلا
إذا الكل متابع معي وفهم كيف بنطلع الفترة نضغط الرقم 2، وإذا في حد عنده أي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. هلا كمان مثال مهم، تطبيق مباشر. فمثلا لو أجينا السؤال التالي: consider this initial value problem و y عند ln 2 بيساوي ln 2. هلا السؤال بحكي كالتالي: find interval in which the initial value problem has a unique solution. إذا بدنا نطلع الفترة اللي بتضمن وجود unique solution عليها. طبعا السؤال في فرع واحد ما بحكي solve، فقط بده الفترة. هلا بطلع المعادلة اللي بلاقيها first order، المجهول فيها y اللي معاه الديريفيتيف، وواضح انه y linear. So هاي المعادلة linear، معناته بقدر اطبق الريمارك 2.4.1 انه اكتب هاي المعادله على الصوره العامه ل بي. زي ما انتم شايفين بنقسم كل شيء على اكس وننقل واي، واي فتحه يكون على طرف. هلا بهاي الصوره بصير واضح معك انه بي اوف اكس هي سالب 1 على اكس، وجي اوف اكس اللي هي عباره عن اكس في ايكو ناقص اكس. هلا واضح انه جي كونتينيوس على طول، ما في عنده مشاكل جي من مره، لانه بولينوميال ضرب اكسبوننشال، والبولينوميال اوف ديجري 1 متصل على طول، والاكسبوننشال متصل على طول، اذا ما في عندنا مشاكل في جي، كونتينيوس على ار كلياته. ولكن سمول بي اوف اكس واضح انه في عنده مشكله عند الصفر، فهو متصل على جميع الاعداد ما عدا الصفر. اذا نرسم خط ونشيل المشكله الوحيده اللي هي عند الزيرو. هلا السؤال: اخذ الفتره من ناقص انفينيتي للصفر، ولا اخذ الفتره من صفر لانفينيتي؟ مين اللي بحدد؟ اللي بحدد اللي هو اكس 0. فاكس 0 هون لين 2 رقم موجب، لين 2 رقم موجب بيجي على يمين الصفر، وبالتالي بتكون عندنا الفتره عباره عن فتره مفتوحه من صفر لما لا نهايه، اكبر فتره بيكون معرف عليها الحل. نتذكر مره اخرى انه اللين بيكون موجب اعلى من الواحد، يعني الرقم اللي هون واحد، واحنا حكينا بدنا لين 2، فلين 2 هو رقم موجب. كويس؟ هلا سوري هاي 2 وهي لن 2. اذا لن 2 رقم موجب، بس لو اخذنا لن النص مثلا، لو حكينا بدنا لن النص، ساعتها لن النص بيطلع معنا سالب لن 2، وبالتالي بيطلع سالب. كويس، اذا هذا هو عباره عن لن النص اللي هو نفسه سالب لن 2. تمام، اذا جاوبنا على السؤال الاول وطلعنا الفتره اللي بيكون معرف عليها السؤال. طبعا ليش الفتره هاي بيكون محطوط عليها يونيك سوليوشن؟ ليش بيكون معرف عليها يونيك سوليوشن؟ لانه شو تعريف انه there exists a unique solution؟ بكفي تجيب بي اوف اكس وجي اوف اكس يكونوا متصلات عليها، على هاي الفتره بيكون سمول بي سمول جي متصلات عليهم، وهي الفتره بتضم اكس 0، معناته على هاي الفتره حسب النظريه 2.4.1 there exists a unique solution. هلا لو واحد حكى لك find رقم 2، find هذا اليونيك سوليوشن، طلعنا اياه. اوكي، ما دام هي المعادله مرتبه على شكل بي، معناته اللي بحل بي هو ايش؟ بي ستار، وبالتالي بنعوض تعويض مباشر، بروح اطلع الانتجريتنج فاكتور تعويض مباشر. ومين بقول لي شو تكامل واحد على اكس؟ هو لان القيمه المطلقه، ولكن انا شو عملت هون؟ شلت القيمه المطلقه. مين بقول لي ليش؟ مين بقول لي ليش شلت القيمة المطلقة؟ لأنه قبل شوي طلعنا الفترة، شو طلعت الفترة؟ قيم إكس من وين لوين قيم إكس؟ من صفر لما لا نهاية، وبالتالي نحن بنحكي عن الأعداد الموجبة، عشان هيك ما في داعي للقيمة المطلقة. هلا السالب حسب قوانين اللين بيجي فوق، وبصفي عندك إيكول إن الحاجة نفس الحاجة، إذا الانتجريتنج فاكتور بصفي عندنا واحد على إكس. هلا بكتب القانون تاع بي كتابة مباشرة، وبنتبه للأقواس، مهم ما ننسى الأقواس، وبنطبق تطبيق مباشر. هاي محل ميو واحد على إكس، هاي كمان ميو واحد على إكس، هاي جي نجيبها من فوق قيمتها، طبعا هاي جي، مش ننسى ونحط جي، هاي اللي بحط جي هاي خطأ، لأنه لازم يكون معامل واي برايم واحد. سو هذا هو الفورم الصحيح لجي. هلا تطبيق مباشر، طبعا بروح الاكس اللي هون مع الاكس اللي هون،
بضل عندنا تكامل الاكسبوننشال بالسالب نفسه بس بنحط سالب، وبالتالي بنقدر نتأكد إذا بنشتق بطلع الجواب نفس الاكسبوننشال اللي فوق. هلأ مقلوب واحد على x هو x، وبالتالي بنطلع على الكونستانت c نستخدم إنه y عند لين 2 يساوي لين 2، فبنعوض محل x لين 2 ومحل y بنحط لين 2 تعويض مباشر، بنحط هون لين 2 هيها، وبنحط هون لين 2 بتصفي عندنا المعادلة بهي الصورة. ممكن نقسم الطرفين على لين 2، نقسم على لين 2 فبضل عندنا هون واحد بيساوي انه في عندنا هون السالب هاي بتطلع لفوق بصير 2 قوة سالب 1، اي قوة لين اشي الجواب نفس الاشي، وبالتالي بيطلع معنا السالب هاي من الاصل موجودة هون، وهون بصير عندك 2 قوة سالب 1 اللي هي نص. هلا سالب نص بوديها على الطرف الثاني بصير عندنا الجواب الكونستنت 3 على 2. نرجع نحطه هون 3 على 2 بهاي الصورة، وممكن مثلا تبسط إذا بتحب تدخل إكس داخل الحل، وبالتالي بهاي الصورة قدرنا نطلع اليونيك سوليوشن اللي بيكون معرف على الفترة من الصفر ل ما لا نهاية. إذا الكل متابع وفاهم معي ثيرم 2.4 تطبيقاتها وكيف نطلع الفترة، نضغط الرقم 3، وإذا حدا عنده أي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. اوكي جميل جدا. اذا هلا الشق الثاني من الدرس اليوم، شو بصير اذا كانت المعادله مثلا مش لينير؟ عشان هيك اذا كانت مش لينير بدنا نتبع سياسه اخرى، وبالتالي بدنا نظريه اسمها ثيرم 2.4.2. هل هاي النظريه is more general than theorem 2.4.1، وبالتالي هاي بتزبط لللينير وبتزبط للنون لينير. ولكن إذا كانت المعادلة معك لينير أنا بنصح نطبق على 2.4.1، أسهل جدا نطلع الفترة كل هاي الأشياء. هلا بشكل عام بدنا نستخدم بدنا نعمل نفترض إنه في عندنا الانيشال فاليو بروبلم بهي الصورة. هلا بهي الصورة لازم يكون عندك واي فتحة على طرف، والكمية اللي هون اللي هي اف اوف تي اف واي على طرف آخر، هاي في عندنا انيشال كونديشن. هلا هاي المعادلة مش حكي لنا بثيرم، مش محكي انه يعني ما ان هاي النظرية انه هاي المعادلة هي لينير او نوت لينير. سو ممكن تكون هاي المعادلة لينير، ممكن تكون ايش؟ نون لينير، وبالتالي هاي النظرية ايش؟ بشكل عام. هلا السؤال شو الشروط اللي بدنا نحطها هلا حتى نضمن انه هاي الانيشال فاليو بروبلم اللي هي فيرست اوردر وممكن تكون لينير ممكن تكون نون لينير، شو اللي بضمن انها في لها يونيك سوليوشن؟ اوكي هلا هاي الشروط بترتب المعادلة بهي الصورة، وبتروح على الفانكشن اف اللي هون، و اند مهم بتروح على الفانكشن نفس اف تشتق بارشل بالنسبة لواي. اذا كانوا اف واف سب واي كونتينيوس على اوبر ريكتانجل ار، شو يعني اوبر ريكتانجل ار؟ هاي تعريف الريكتانجل ار، كل الازواج المرتبة تي واي بحيث such that t ساكنة بين الفا وبيتا، y ساكنة بين جاما ودلتا، يعني هي الاوبر ريكتانجل، هي محور t وهي المجهول في المعادلة اللي هو y، صح المجهول في المعادلة y بيعتمد على t. هلا لازم قيم t تكون ساكنة بين الفا وبيتا، قيم y ساكنة بين جاما ودلتا، و الحدود مش داخله، عشان هيك انا حاطط خط مقطع. هلا اذا بتجيب اي نقاط اي قيم لتي ساكنه بين الفا وبيتا، واي نقاط لواي ساكنه بين جاما ودلتا، ساعتها الازواج المرتبه تي واي راح تكون ساكنه وين؟ في الاوبر ريكتانجل ار اللي انتم شايفينه قدامكم. هلا بما انه الفانكشن اف اللي عندنا هون فانكشن اوف تو فاريبلز، فنتخيل انه هذا الفانكشن كانه سيرفيس، سيرفس تخيل كأنه جلال معرف على هاي الريجن R. هلا هذا السيرفس لازم يكون متصل، F لازم يكون متصل، وأيضا البارشل ديريفاتيف لF بالنسبة لY أيضا لازم تكون متصلة على هاي الأوبر ريكتانجل، وبالتالي لما بنيجي نشتق، عشان هيك أخذنا أوبر ريكتانجل لاشتقاقها عند حدود إيش؟ الفترات. أوكي هلا إذا
ضمننا انه اف و اف سب واي متصلات على هاي الاوبن ريكتانجل الذي يحتوي الانيشال بوينت. لازم هذا الريكتانجل ار لازم يحتوي على الانيشال بوينت. شو الانيشال بوينت عندنا؟ هيها y t0 بيساوي y0. اذا صوره t0 هي y0، معناته t0 ساكنه في الفتره الفا بيتا على فرض انه هون t0، وبالتالي لازم مثلا على فرض انه y0 هون، معناته واضح ان الزوج المرتب t0 y0 بيكون موجود جوا الريكتانجل. هلا اذا تحقق هذا الشرط شو النتيجه؟ النتيجه there exists a unique solution y of t اسمه phi of t. ديروا بالكم هلا اليونيك سوليوشن هون هو function of one variable function of t لحالها، وبالتالي t لازم يكون معرف على الفترة ايش؟ على الفترة تاعت قيم لt. وبالتالي there exists a unique solution y of t معرف على open sub interval يعني فترة شوية اصغر من الفا بيتا. مثلا زي شو؟ مثلا مثلا اصغر شوي، روح على t0 امشي على يمينه مقدار h وامشي على شماله مقدار h وخذ هاي الفترة الصغيرة الموجودة جوا ايش؟ الفا بيتا. هلا على هاي الفترة بيكون في عندنا unique solution اسمه y of t بحقق الانيشال كونديشن، تمام؟ وبالتالي اذا تحقق شرط f و f sub y بقدر احكي انه هاي الانيشال value problem حتى لو كانت linear او مش linear بكون في عندنا unique solution y of t معرف على small sub interval اللي هي t ناقص h لحد t0 زائد h. طبعا h هون لما بحكي اكبر من 0 بهي الصوره يعني h رقم صغير موجب. هلا ناخذ امثله لخلي الصوره تصير واضحه للجميع. قبل ما نروح على المثال على example، زي ما في عندنا ريمارك ل 2.4.1 في عندنا كمان ريمارك ل 2.4.2. هلا هاي الريمارك بتحكي كالتالي: اذا كانت الديفرنشال ايكويشن نون لينير وانطلب منك تطلع الانترفال فقط اللي بيكون السوليوشن معرف عليها، ساعتها ما نقدرش نطلع الانترفال الا ثمن نحل المعادله. So first we need to solve the differential equation. اول شيء بنحل الديفرنشال ايكويشن بس يطلع معك الحل. السوليوشن بتطلع له الدومين، وهذا الدومين لازم تضمن انه يحتوي على تي زيرو. فهي هي الريمارك تاع 2.4.2. الريمارك الاولى كنا نطلع الانترفال بدون ما نحل. هلا اذا طلب منا نطلع انترفال لنون لينير فيرست اوردر نون لينير ديفرنشال ايكويشن، لازم اول نحل المعادله ونطلع السوليوشن، بعدها بتطلع على السوليوشن بتطلع الدومين له بحيث هذا الدومين يضم تي زيرو. وعاده لما بنيجي نحل عاده بنستخدم يعني 99% ايش؟ سيبرابل ميثود، لانه المعادله لما تكون نون لينير ما تعلمنا نحلها النون لينير لحد الان غير السيبرابل، وبالتالي نستخدم السيبرابل. فخلينا ناخذ مثال حتى تكون الصوره واضحه للجميع. على فرض السؤال بيطلب كالتالي: Find the largest interval in which the solution is defined for the following initial value problems. Okay. هاي أول معادلة. بدك تطلع الانترفال هون. بتلاحظ إنها first order. مجهول فيها y. بس هنا y مع تربيع. So this is non-linear. مدام هاي non-linear والسؤال بده interval، معناته first we need to solve المعادلة. لازم نحل المعادلة. Okay. هاي المعادله النون لينير ما تعلمناش نحل النون لينير غير عن طريق ايش؟ السيبرابل. وبالتالي محل واي فتحه بقدر احط دي واي على دي تي وافصل اخلي كل الواي في طرف زي ما انتم شايفين، قسم على واي تربيع الطرفين واجيب دي تي على الطرف الثاني، وبنعمل تكامل هون بالنسبه لواي هون تكامل بالنسبه للتي. فبصفي الطرف اللي على الشمال سالب واحد على واي، اللي على اليمين تي زائد سي. هلا بقدر اطلع سي من الانيشال كونديشن على السريع لانه بعوض محل تي صفر ومحل واي واحد. فمحل واي واحد هيو ومحل تي صفر تطلع معك قيمه سي سالب واحد. برجعها هون هلا سالب واحد بتصير عندك السوليوشن بهي الصوره. نضرب كل شيء في سالب وبنقلب الطرفين فبطلع معنا السوليوشن واي اوف تي بيساوي واحد ناقص تي. اذا اذا بتلاحظوا عشان نطلع الحل first we need to solve، هي حلينا وعادة بنستخدم ايش؟ السيبرابل. هلا بدي اروح اطلع الدومين للحل. اوكي
بروح على الحل اللي هون، بطلع الدومين له، برسم خط واضح ان الدومين في عنده مشاكل فقط وين؟ عند الواحد، فالواحد بيطلع من الدومين. هل السؤال اخذ اللي على يمين الفتره على يمين الواحد، ولا اخذ الفتره اللي على شمالها؟ انا اللي بحدد، تي زيرو، لانه لازم الدومين اللي بدنا نطلعه لازم يحتوي على ايش؟ على تي زيرو. فبننزل تحت بنلاقي تي زيرو هي الصفر، الصفر على شمال الواحد، معناته الفتره بتكون عندنا من سالب انفينيتي لواحد. اذا الكل فاهم ومتبع معي نضغط الرقم 4، واذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يعمل رايز هين. اوكي، هاي كمان مثال حتى الصوره كمان تصير واضحه. طبعا مثال تابع لنفس السؤال، يعني السؤال بحكي لك اعطيني لارجست انترفال اللي السوليوشن بيكون عليها كونتينيوس ومعرف. هلا ننزل تحت هون، هلا هي المعادله فيرست اوردر المجهول فيها واي، ولكن هاي المعادله نون لينير. السبب في ذلك انه واي في المقام واحد على واي، بما انها نون لينير وبدنا نطلع انترفال، معناته حسب ريمارك 2.4.2 First we need to solve. Okay. بس هذا السؤال احنا سبق وحلناه اذا تتذكروا. So we have solved this example في section 2.2. اذا بدك شوف صفحة 23. وطلعنا الحل بهي الصورة. Okay. هلا بس تطلع الحل بهي الصورة راح تكتشف انه كمان طلعنا الانترفال اذا بتتذكروا. الانترفال اللي بقبل السوليوشن معرف عليها. هلا الجزء الاول اذا بتتذكروا دائما موجب. وبالتالي اللي بيحدد اذا كان الجذر معرف ولا لا هو فقط الحد الاخر اللي هو اكس زائد 2. واكس زائد 2 اذا بنعمل بحث في اشارته، اذا بنبحث في اشاره اكس زائد 2 بنلاقي عند خذ اي رقم فوق الناقص 2 بيطلع الجذر موجب، واقل بيطلع سالب. فاحنا اخذنا هاي الفتره، وبتتذكروا ليش ما اخذناش، ليش السالب 2 ما كانتش داخله؟ السبب في ذلك انه لما x بتساوي سالب 2 الجذر بيصفر، بعطيك قيمة y 1 بتسوي لك مشكلة. الواحد بيسوي مشكلة للدريفاتيف، بصير الدريفاتيف في عندها vertical asymptote، وبالتالي بنستثني قيم x اللي بتعطينا أصفار مقام الدريفاتيف، وبالتالي نستثني قيمة x تساوي سالب 2. اوكي، لو اجى ممكن يجي سؤال بهي الصوره مثلا. نرجع على الاكزامبل الاولاني، هذا الاكزامبل قبل شوي شفناه. هيو هذا الاكزامبل، هيو حلناه هون، حلناه. طبعا السؤال طلب منا انترفال، وبما انها نون لينير رحنا حلينا السؤال، حلناه. حل حل حل، هي طلع معك الحل. هيك السؤال بيطرح نفسه، فكركم هذا الحل في غيره؟ هذه هي فكره ايش؟ السؤال اللي هون. خذ نفس السؤال، بس السؤال بحكي لك show that انه هاي الانيشال فاليو بروبلم has a unique solution. هلا اذا بدنا نثبت انها فيها unique solution، اوكي احنا بنعرف اصلا هاي المعادله شو مالها؟ نون لينير، وبالتالي السؤال هون ما بطلب انترفال. ما دام ما بطلب انترفال بطلب انه اثبت انه في unique solution، معناته لازم نطبق النظريه 2.4.2. النظريه شو بتحكي لك؟ النظريه بتحكي لك حط واي فتحه على طرف وخلي الباي على طرف، الباقي على طرف. اذا بنعمل بدنا نقارن المعادله مع مين؟ مع واي فتحه بيساوي اف، عشان اقدر اطلع اف. واضح انه واي فتحه على طرف، معناتها هي الفانكشن اف تبعنا اللي هون. اوكي، هي الفانكشن اف، واضح انه الفانكشن اف كونتينيوس على كل الاعداد، فيش عنده مشكله ولا عند اي قيمه لا واي. طيب اشتقوا بالنسبه لواي، اشتقوا بالنسبه لواي بيطلع 2 واي، ايضا 2 واي كونتينيوس على كل الاعداد. ودام كونتينيوس على كل الاعداد معناته اذا بنيجي نرسم ريكتانجل، احنا عندنا هون الزوج المرتب اللي عندنا هون هو عباره عن الصفر والواحد. الصفر والواحد وين بيجي؟ هاي الصفر والواحد على فرض انه هون، كويس؟ على فرض ان الصفر والواحد هون، هاي الصفر والواحد. السؤال هل بقدر ارسم اوبر ريكتانجل يضم الصفر والواحد ويكون اف واف سب واي متصل عليه ولا لا؟ بقدر ولا بقدرش؟ اوكي خلينا نشوف. تقدر تاخذ اوبر ريكتانجل بهي الصوره،
هاي هاي اوبر ريكتانجل. ما دام قدرت ترسم اوبر ريكتانجل بهاي الصوره معناته اتحققت شروط النظريه. ما دام اتحققت شروط النظريه معناته حسب النظريه ثيرم 2.4.2 there exists a unique solution. السبب since we can draw an open rectangle يحتوي على الانيشال بوينت ويكون f و f sub y متصل عليهم. هاي نقطه مهمه جدا. في طريقه ثانيه على السريع تقدر تكتشف انه اذا في عندك unique solution ولا لا، لازم يكون عندك f و f sub y فيش عندهم مشاكل عند قيمة y. هي انا حاطط تحت خطين بالاحمر، حاطط خطين تحت بالاحمر. ما دام f و f sub y متصلات على كل الاعداد الحقيقية معناتها اكيد متصلات عند هاي النقطة، معناتها اكيد في عندنا unique solution. بس لو اخذنا مثلا، خلينا ناخذ كمان مثال، مثلا نرجع لنفس السؤال اللي حليناه قبل شوي. يعني هلا بالنسبة للسوليوشن هون فيش غيره، هذا السوليوشن يونيك، هلا اثبتنا مع بعض انه يونيك. هلا نيجي على السؤال اللي هون، فكركم هذا السوليوشن يونيك ولا في غيره؟ خلينا نشوف. ما دام مطروح نفس السؤال والسؤال بحكي لك هون ايش؟ شو ذات انه هاي الانيشال فاليو بروبلم هاز ا يونيك سوليوشن. نفس الحاجة احنا بنعرف انه هاي المعادلة نون لينير. ما دام بنعرف انها نون لينير لازم نطبق ايش؟ ثيرم 2.4.2 حتى نثبت اليونيكنس. وبالتالي بنقارنها مع f فتحة بيساوي y فتحة بيساوي f. فواضح انه هي y فتحة، معناتها هي الكمية كلياتها شو اسمها؟ هي الكمية كلها اسمها f. هلا بنلاحظ f continuous على جميع الأعداد ما عدا y تساوي 1، فيها مشكلة. نفس الحاجة إذا بنشتق f sub y، يعني اعتبر كل البسط constant واشتق بالنسبة ل y راح يطلع معك هي الكمية. وبالتالي ايضا f sub y متصل على كل الاعداد ما عدا عند y تساوي 1، نفس الحاجه. هلا انت مجرد شو تساوي انت؟ مجرد ما تطلع ما طلعت عندك المشكله y تساوي 1 اطلع فوق قارنها مع قيمه y هون. ما دام القيمه اللي فوق مش نفسها معناته في عندنا unique solution. معناته ايش؟ معناته شروط النظريه تحققت، وبالتالي we can draw an open rectangle r بيحتوي الانيشال بوينت صفر وسالب واحد، وبالتالي في عندنا يونيك سوليوشن. طبعا الاوبر ريكتانجل ار تضمن عليه يكون اف واف سب واي يكونوا متصلين عليه. واذا بدك تشوف هذا الشيء طلع كيف، احنا في عندنا مشاكل وين؟ احنا في عندنا مشاكل عند واي تساوي واحد والزوج المرتب تبعنا صفر وسالب واحد. خلينا نشوف مع بعض. الزوج المرتب اللي عندنا هاي، الزوج المرتب اللي عندنا صفر وسالب واحد. سو على فرض النقطة هاي اللي هون هي عبارة عن صفر وسالب واحد، هاي الانيشال بوينت. بس احنا في عندنا مشكلة وين؟ احنا في عندنا مشكلة عند y تساوي واحد. هاي y تساوي واحد كلنا بنعرف نرسمها، هاي هاي y تساوي واحد. هلا السؤال، بقدر اعمل ارسم اوبر ريكتانجل ولا بقدرش؟ بجوز واحد يعمل هاي اوبر ريكتانجل. بقدر اعمل اوبر ريكتانجل هون بهي الصوره. هلا في هاي الحاله هذا الاوبر ريكتانجل اللي بالاخضر بضم الانيشال بوينت وبكون اف واف سب واي، فيش عليهم مشاكل هون، فيش مشاكل. وبالتالي في عندنا يونيك سوليوشن، بقدر اطلع يونيك سوليوشن هون. بجوز واحد ثاني يجي يختار مثلا، بجوز واحد يختار مثلا اوبر ريكتانجل بهي الصوره، برضه بزبط. ايضا هذا الاوبر ريكتانجل بهي الصوره بيكون عندك f و f sub y متصل عليه وهو يضم الانيشال بوينت، فيش مشكله. بجوز واحد اخر يجي يطلب يقول لك يا عمي انا بدي الاوبر ريكتانجل بهي الصوره، حر انا بدي اخذ الاوبر ريكتانجل بهي الصوره، هيك بدي اياه، هاي اوبر ريكتانجل. اوكي، ساعتها بحكي لك انه هون فيش مشكله، هذا الاوبر ريكتانجل r اللي اخذته f و f sub y متصلين عليه، و بالتالي في عندنا يونيك سوليوشن لانه هو ايضا يحتوي على ايش؟ على انيشال بوينت. وبالتالي في عندنا شروط النظريه تحققت، معناته النتيجه تبعتها تحققت. طيب ممكن هلا مثلا شو بدي راح اسوي هلا؟ بدي اشيل هاي السالب واحد اللي هون، وشو بدي احط هلا؟ بدي احط واحد. هلا نفس المعادله ولا شيء تغير فيها، اذا بتلاحظوا هي نفس المعادله ولا شيء تغير. بس على فرض انا جيت حكيت لك كالتالي، كونسيدر هاي الانيشال فاليو بروبلم. والسؤال does this initial value problem have a unique solution؟ اوكي okay.
تطلع المعادلة بتلاقيها فيرست اوردر، بتلاقيها نون لينير لان الواي في المقام. ما دام واي في المقام ونون لينير معناته بدنا نستخدم ايش؟ نطبق نظرية ثيرم 2.4.2. هلا بعملها مقارنة مع واي فتحة بيساوي اف، هاي واي فتحة على طرف، معناتها هاي البضاعة كلياتها اللي هون هي عبارة عن اف. وسبق وشفنا انه اف كونتينوس على جميع الاعداد ما عدا واي تساوي واحد، واذا بنطلع اف سب واي راح يطلع معنا نفس الحاجه. هلا مجرد ما تلاقي مشكله لازم تطلع فوق تتاكد هل المشكله هي نفس الانيشال اللي معطينا اياها؟ الجواب نعم، ما دام نعم معناته في عندنا مشكله هون. بروبلم انه السؤال بيطلب منك تفضل حل هاي المعادله وبلش من عند المشكله. صح؟ السؤال بيقول لك بلش من عند المشكله. هلا اذا بترجعوا صفت عندك النقطه هلا 0 و1، ما دام النقطه عندك صفت 0 و1، لاحظ انه اذا بدك 0 و1 معناته بدك تضبط الرسم هلا. اوكي، هلا انا بعرف انه في عندي مشكله عند واي تساوي 1، هاي في عندي مشكله هون، بس هلا النقطه تبعتنا بطلت تصير 0 و1، بطلت تصير هاي النقطه، صارت النقطه اسمها ايش؟ صار النقطه اسمها 0 مش سالب 1، 0 و1. طب 0 و1 ما هي قديش قيمة واي هون؟ ما هي قيمة واي تساوي 1، فهون في مشكلة. ما بقدر، طلع كيف؟ ما بقدر أرسم أوبر ريكتانجل يضم النقطة 0 و1 ويكون اف واف سب واي فيش فيهم مشاكل، ما بقدر. في حدا فيكم بقدر يرسم أوبر ريكتانجل يضم النقطة اللي بالأحمر ويطلع اف واف سب واي متصل عليهم؟ مستحيل. ما دام ما بقدر اعمل ارسم اوبر ريكتانجل معناته شروط النظريه ما تحققت. هلا ما دام شروط النظريه ما تحققتش، هي شايف كيف؟ وي كانوت درو اوبر ريكتانجل ار بضم الانيشيال وبيكون في نفس الوقت اف واف سب واي كونتينوس عليه. معناته شو النتيجه؟ انه شروط هاي النظريه ما تحققوا. هلا اذا شروطها ما تحققوش انا ما بقدر اضمن لك، هاي الكلام السليم، انا ما بقدر اضمن لك وي كانت جارانتي ذا يونيكنس، انا ما بضمن لكش انه هاي المعادله لها يونيك سوليوشن. بتفضل روح حل وشوف كم حل بطلع معك، بس ما بقدر احكي لك ان ادفانس انه هاي المعادله انا متاكد فيها يونيك سوليوشن، ما بتاكد. طب خلينا نشوف سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بقول لك اسمع روح طلع لي الانترفال. اوكي، بدك اطلع لك الانترفال بس ما هي هاي النون لينير. عشان نطلع الانترفال لازم اول شيء نعمل نحل. فاذا بنحل هذا السؤال طبعا سيبرابل سبق وحلينا مثله، وهي سيبرابل على السريع نعمل تكامل عشان نطلع سي بنستخدم الانيشال كونديشن. واذا بنستخدم الانيشال كونديشن اللي هو واي عند الزيرو بيساوي واحد، يعني بنحط محل قيمه واي واحد واحد وهنا كل اصفار، فبتطلع معنا سي قديش؟ سالب واحد. بنرجع بنحط هون سي سالب واحد زي ما انتم شايفين، حلينا زي قبلها. هلا السوليوشن بهي الصوره امبليسيت، بس انا بدي اطلع انترفال، عشان اطلع انترفال لازم اكتب على شكل اكسبليسيت، وبالتالي بنبج مع واحد للطرفين عشان نعمل اكمال مربع على الشمال واليمين. هون هذول بيشطبوا مع بعض بروحه. بقدر هلا اخرج اكس عامل مشترك من هون زي ما انتم شايفين، وبناخذ الجذر للطرفين، هاي بتصفي قيمه مطلقه وهي الجذر، وبنشيل القيمه المطلقه بنحط ايش؟ زائد وناقص، وبنودي طبعا الواحد على الطرف اللي هون. هلا ما تطلع معي واي 1 واي 2، طلع معي حلين، حل مع الموجب وحل مع السالب، ولكن هذول الحلين اثنين بحققوا الانيشال كونديشن. يعني عند الصفر تطلع معك واي تساوي واحد، هيو عوض صفر بعطيك واحد، وعوض صفر هون برضه بعطيك واحد، معناته واي 1 سوليوشن واي 2 ايضا هو سوليوشن، معناته وين راح اليونيكنس؟ سو ذا سوليوشن از نوت يونيك. وبالتالي شو السبب انه طلع معنا هون ايش؟ اكثر من حل، انه شروط النظريه ما تحققت، وبالتالي انا ما بقدر اضمن لك النتيجه. انت شانسك حل، ممكن يطلع يونيك ممكن ما يطلعش، بس ما بقدر احكي ان ادفانس انه انا متاكد 100% انه هاي الانيشال فاليو بروبلم فيها يونيك سوليوشن. هلا عشان نطلع الفتره، بلاحظ انه الحد اللي هون اللي بالاسود انا كتبت بهاي الصوره، وعباره عن 2 عباره عن 1 زائد 1، والحد الاول هلا اللي هون صفى عباره عن اكس زائد 1 الكل تربيع، وهو اقتران موجب، لما تجمع له واحد بيظل موجب، اذا اللي بالاسود هون دائما موجب، اذا اللي بحدد
إشارة الجذر اللي جوا الجذر سالب ولا موجب هو فقط الإكس. لذلك الانترفال تبعتنا للسوليوشن تيجي ترسم خط الأعداد تأخذ بس الأعداد الموجبة. ليش؟ لأنه ممنوع نحط سالب هون تحت الجذر. طيب ليش الصفر بيطلع برا؟ لأنه الصفر إذا بتحط محل إكس صفر بعطيك قيمة واي واحد سواء فوق أو تحت نفس الحاجة. وبالتالي إذا أعطاك واي بيساوي واحد بيساوي لك مشكلة هون في المقام، بعطيك الديريفاتيف بتسبب لك الديريفاتيف إيش؟ إذا بتحط واي واحد بيطلع الديريفاتيف شو معناها فيها فيرتيكال أسيمتوت، وبالتالي في مشكلة. عشان هيك هلا هدول التو سوليوشنز بيكونوا معرفين على أي فترة؟ على الفترة من صفر وطالع، لأنه الجذر شو ماله؟ جوا الجذر لازم يكون ايش؟ موجب. بس لاحظوا ايضا انه السوليوشن بقول لك انه y1 عند هاي النقطه يساوي y2 يساوي 1، تمام، والسوليوشن عند الواحد، بس ما بنقدر نضمن اليونيكنس هون لانه عند y يساوي 1 هو vertical asymptote، والسبب في ذلك انه شروط هاي النظريه ما تحققوش. فبهاي الحاله يعني هذا مثال بحكي لك انه اذا ما تحققوش شروط النظريه ما بقدر اضمن النتيجه. يعني اذا ما تحققش الشرط بقدرش احكي انه there is no unique solution. No، بقدرش احكي ولا حاجه، روح حل المعادله وشوف شو بيطلع معك، انت شانسك اذا بيطلع يونيك او بيطلع ايش؟ اكثر من حل. اذا الكل فاهم ومتبع معي نضغط الرقم 10، واذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. طيب اخر مثال لو توضيح الصوره اكثر، هذا المثال بالحقيقه احنا اخذناه من قبل، فعلى فرض اعطيتك انا هاي الانيشال فاليو بروبلم، حلينا هذا السؤال قبل وعند الزيرو زيرو، حكيت لك مثلا فكرك هاي الانيشال فاليو بروبلم does it have a unique solution. اوكي تطلع في هاي المعادله لك اياها فيرست اوردر بس ايش؟ نون لينير. فبدنا نطبق ثيرم 2.4.2، فبدي اكتب المعادله بهي الصوره، واي فتحة على طرف والباقي على طرف، سو واي فتحة هي على طرف معناته اف هي واي قوة ثلث. واي قوة ثلث بتعرفوا بتعرف على كل الاعداد، فيش مشكلة عند واي هون. ولكن لما تشتقوا بالنسبة لواي، اشتق بارشل بالنسبة لواي هون إذا بدك، فبطلع معك واي قوة سالب 2 على 3، لما تنزل لتحت بطلع بهي الصورة. فبصفي عندك اف سب واي متصل على كل الاعداد ما عدا عند أصفار المقام اللي هي الصفر. لأنه واي قوة ثلث. واي قوة ثلث تحت بتعرف على جميع الاعداد، بس المشكلة الصفر في المقام جاي، وبالتالي اف سب واي كونتينيوس على كل الاعداد ما عدا عند واي تساوي صفر. هلا انتو شانسك اطلع لفوق تنشوف واي تساوي صفر، واي تساوي صفر معناتها هي واي تساوي صفر، معناتها بروبلم بروبلم معناتها الشروط النظرية ما تحققوش. اذا ما تحققوش الشروط النظرية معناتها وي كانت جارانتي ذا يونيكنس، ما بضمن لك اليونيكنس، روح حل وشوف شو بيطلع معك. فهذا هو المكتوب هون، وي كانت درو اوفر ريكتانجل بضم الاوريجن اللي هي صفر وصفر، وفي نفس الوقت بيكون اف واف سب واي كونتينيوس، ولا يمكن. في هاي الحاله شروط هاي النظريه ما تحققوش، معناتها انا ما بضمن لك النتيجه، سو وي كانت جارانتي ذا يونيكنس. طيب فرع ثاني بقول لك اذا سمحت حل هاي المعادله. اوكي بس احنا هاي المعادله حليناها قبل نفسها في سكشن 2.2 صفحه 24، وطلع معنا اذا بتتذكروا y1 هاي الكميه بالموجب، y2 نفس الكميه بالسالب، وكمان طلع معنا y3 كمان صفر خملناه مع بعض. ف so there is no unique solution. فاحيانا لما بتحققوش شروط النظريه ممكن يطلع معك اكثر من حل. بهاي الصوره يا جماعه بكون احنا اليوم شرحنا الفرق بين اللينير والنون لينير differential equations من ناحيه الاكزيستنس للسوليوشن، امتى السوليوشن بيكون يونيك، وكيف نطلع ايضا الانترفلز. فاذا كانت المعادله فيرست اوردر لينير بقدر اطلع الانترفل بدون ما احل المعادله، واذا كانت نون لينير لازم احل المعادله الاول حتى اقدر اطلع الانترفل.